السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم يا إخواني الكرام في مقطع جديد وثغرة جديدة، ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج أرسنال. كما ترون حصلت على بارتي، ولكن في هذا المقطع أريد الحصول على جيسوس أو مارتينيلي إن شاء الله. زينشينكو كذلك نسخته أسطورية، ولكن أريد الحصول على جيسوس أو مارتينيلي. أول خطوة قمت بها الدخول عند زينشينكو مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس عند جورجينيو، ثم طومياسو مرة واحدة دون الإطلاع على إحصائيته، نفس عند بارتي، ثم مرة واحدة عند رامسدال والإطلاع على إحصائيته، ثم سوف ننتقل بعد ذلك عند مارتينيلي ثلاث مرات دون الإطلاع على إحصائيته، والخطوة الأخيرة الدخول عند جيسوس مرتين والإطلاع على إحصائيته. بعد تطبيقكم هذه الخطوة دون أي خطأ، ما عليكم سوى الخروج واللف بمئة كوينز. نعم يا إخواني الكرام، خمس نجوم بالتأكيد، وكما ترون جيسوس مضمون إن شاء الله. يعني تعرفون إن شاء الله سوف تحصلون بها على أقوى لاعب هذا الباكج، جيسوس أو بارتي أو مارتينيلي أو زينشينكو، نسخهم نسخ أسطورية. أحلى سكرين شوت لجيسوس. كما ترون يا إخواني الكرام هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، لا تنسوا كتابة في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.